الفنان أحمد كامل يكشف عن حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان. أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية على شياعة إصابة عبلة كامل بالسرطان. زوج عبلة كامل السابق نافيا إصابتها بالسرطان، خداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة. حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان. زوج عبلة كامل الأسبق نافيا إصابتها بالسرطان، صحتها جيدة وما يتردد كذب وخداع. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب عبلة كامل ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع عبلة كامل. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. عاجل، تعرف على حقيقة وفاة الفنانة عبلة كامل. أكد المخرج المسرحي ناصر عبد المنعم أن الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، ولا صح للأخبار المتداولة بشأن وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب عبد المنعم عبر صفحته عبر الفيسبوك قائلا: توضيح كل ما يثار حول صحة الفنانة القديرة عبلة كامل مجرد شائعات وأكاذيب، وهي بخير والحمد لله، وتأكدت بنفسي من ذلك وتواصلت مع صديق الفنان الكبير أحمد كمال. وتابع: متى تنتهي ظاهرة بعض الصحفيين والإعلاميين الذين يفبركون الموضوعات والأخبار بحثا عن المتابعات واللايكات والنجاحات الوهمية على السوشيال ميديا؟ في سياق آخر بطريقة مرحة، سخر الفنان محمد هنيدي من نفسه في ذكريات الطفولة بفضل حسه الكوميدي الكبير. زوج عبلة كامل الأسبق نافيا إصابتها بالسرطان، صحتها جيدة وما يتردد كذب وخداع. قال الفنان القدير أحمد كامل زوج النجمة عبلة كامل السابق: إن حالتها الصحية جيدة للغاية ولا تعاني من أي أمراض مثلما ذكر البعض، واصفا ما كتب عنها بالكذب والخداع. وأضاف كمال في تصريحات ليوم السابع أنه فوجئ بهذه الأخبار الكاذبة على السوشيال ميديا مثل باقي الناس، وهو ما جعل هاتفه لا يتوقف عن المكالمة الهاتفية للإطمئنان على والدة ابنتيه. وتابع كمال أن الفنانة عبلة كامل ستعود للوسط الفني قريبا، ولكنها تنتظر فقط السيناريو الجيد، مضيفا: حسبي الله ونعم الوكيل فيما يطلقون حول الشائعات الكاذبة. حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان. كشف الفنان المصري أحمد كمال الزوج السابق للفنانة المصرية عبلة كامل حقيقة الحالة الصحية للنجمة، ونفى كمال ما تداولته بعض المواقع الصحفية حول إصابة النجمة بمرض السرطان. أشرف زكي: فقدنا التواصل مع عبلة كامل ولا أعلم شيئا عن إصابتها بالسرطان. أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية في تصريح خاص للبوابة نيوز أن النقابة لا تعلم أي شيء عن الفنانة عبلة كامل، وما نشر من أخبار تفيد إصابتها بمرض السرطان. وقال زكي إن النقابة فقدت طريقة التواصل مع الفنانة عبلة كامل منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن حتى وسيلة التواصل بمديرة أعمالها غير متاحة. يذكر أنه خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت أنباء تفيد بتعرض الفنانة عبلة كامل لوعكة صحية شديدة، وذلك إثر إصابتها بالسرطان، حيث تكتمت وأسرته على سر اختفائه منذ فترة طويلة، خاصة وأن آخر عمل فني لها عرض منذ 3 سنوات، وهو الجزء 5 من مسلسل سلسلة الدم. عاجل، الموت يفجع الفنان وفاء عامر. قامت الفنانة وفاء عامر بنشر منشور على حسابها الشخصي والرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أعلنت من خلاله عن وفاة عمها. وكتبت في المنشور وقالت: عم السيد عامر في ذمة الله، الحبايب في الجنة. ومن ناحية أخرى، فقد نفت الفنانة وفاء عامر في الفترة الأخيرة ما تم نشره بخصوص نشوب مشاجرة بينها وبين مسؤولي مطار الغردقة بعد مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائية في دورته الرابعة. وقالت الفنانة وفاء عامر إنها تأخرت عن موعد إقلاع طائرتها المتجهة إلى القاهرة، ومن ثم فقد استقلت الطائرة التي تليها بسبب وجود مقاعد خالية بها. وأضافت من خلال كلامها وقالت: كل الشكر والتقدير للقائمين على شركة مصر للطيران على جهودهم وتذليل كل العقبات أمام المسافرين. ويذكر أنه انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار تفيد بتعرض الفنان وفاء عامر لأزمة في مطار الغردقة الدولي خلال عودتها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، حيث تشاجرت مع العاملين على الطيران المدنية والرحلات. وتضمنت تفاصيل المشاجرة بأنها تأخرت عن موعد طائرتها التي كان من المقرر أن تقلع في تمام الساعة 5:30 مساء وتتجه إلى القاهرة، وهذا ما أجبرها على انتظار الطائرة التالية، ولكنها رفضت ذلك فيما حدثت مشاجرة هناك وقامت بالتوبيخ.
وفاء عمر تكشف للميس الحديد عملها الفن الجديد وسبب غضبها من ابنها. كشفت الفنانة وفاء عمر عن سبب اصطحابها نجلها عمر في مهرجان الجونة السينمائي قائلة: بحس بأمان وكمان بحب اطمن عليه، حتى ساعة التصوير بطمن عليه من هو صغير. وتابعت وفاء عمر: كنت عاملة اوضتي كأنها بيت، فيها الثلاجة والملايات والسجادة عشان هو يقعد قدامي ويذاكر، وانا اذاكر قدام الكاميرا واعمل مشهد حلو ما كنتش بسيبه، لان كنت عاوزة طول الوقت اوريه انا بتعب قد ايه، وان التمثيل حب وثقافة واختيارات وحب للمهنة وايمان بما اقوم به. وكشفت الفنانة وفاء عامر في حديثها مع الاعلامية لميس الحديدي في تغطية خاصة لبرنامج كلمة اخيرة لختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة، انها بصدد خوض تجربة درامية جديدة لمسلسل يحمل اسم هي من إخراج المخرج الكبير محمد النقلي والمنتج محمد شاهين. متابعة بالقول: بنتكلم في المسلسل عن قضية الثانوية العامة وما وراها وقضايا الفتاة في عمر معين واحتضان الأباء والأمهات لأبنائهم، وهل العقوق عقوق أبناء أم عقوق والدين، وعلاج لكل مشكلة، وأعتقد أن أضواءه لن تنتهي. وتابعت: آيتم معايا في العمل ومن فضالي، وآيتم بالنسبة لي أختي وصاحبتي، أنا وآيتم وعمر بنشبه مصر، بنحب بعض قوية ويدينا دايما في يدين بعض، ومهما اختلفنا وزعلنا من بعض زعلت صغيرة. الفنان أمير كرارة يكشف عن إصابته بمرض خطير. أعلن الفنان أمير كرارة عن إصابته بمرض خطير ويعمل على العلاج منه عن طريق الذهاب إلى أكبر مستشفى. وتابع الفنان أمير كرارة: إنه حتى يتم علاجه من هذا المرض، وهو مرض العقد التي في حياته، حيث قام بفعل شيئين: أولهما ذهب إلى طبيب مخ وأعصاب وقام بالسفر إليه خارج مصر، موضحا أن هذا الطبيب من كبار الأطباء في العالم أجمع في تخصص المخ والأعصاب. وأضاف كرارة خلال حواره التلفزيوني في برنامج السيرة المذاع على قناة دي أم سي الفضائية: والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل نهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة برأيكم في التعليقات: ما هو صحة وصبة الفنانة عبلة كامل بالسرطان؟ لا تنسوا أن تشاركوا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.